لا تخافي إلا ما يفتح. أنت متأكد إنه هذا هو المفتاح؟ هيك المفروض، بس ليش ما عم يفتح ما بعرف، خايف يكسر بإيدي هلأ. طيب شو الحل؟ الحل الوحيد بهيك حالة إنه نستخدم العنف، رح أكسر البلور. عن جد عم تحكي؟ حدا بيفوت على بيته مثل الحرامية؟ شو ساوي إذا ما كان في عنا حل تاني؟ بدك يانا ننام الليلة بالشارع؟ رح أكسره. وقف مجد، هالشي ما بيصير. انت واحد مجنون عن جد. مجد صار لك شي؟ خفتي ما هيك؟ تضرب شو غليظ. وشوفي اذا خفتي علي، مو انا بطلك هما؟ لا مو هيك القصة، بس ما بدي اكل همك، والله اللي فيني بكفيك. تعال ترتو ترتو. اوه شو رايك بهالعشاء؟ يعني ماشي الحال. لا يا عم تجوري على حالك كتير. ها شكرا انك اكلتي. شو بك عم امزح معك، كتير طيب يسلموا ايديك. بس امي بتعمل اكل كتير طيب، بس يا ريتك. ايه وبعدين؟ يا ريتني شو؟ احكي. لا ولا شي مجد، خلص انسى الموضوع، ما في شي. عن جد انت وحدة غريبة، كل البنات اللي بعمرك بتمنوا انهم يبعدوا عن اهاليهم ويخلصوا من النق والاسئلة ويعيشوا براحتهم، بس انت بالعكس. ما كتير بهمني يكون مثلهم، انا هيك كتير مبسوطة بوضعي. وانا قصدي المعكرونة بتطير العقل. مجد اتركن، انا بجلي. ولو انت ضيفتنا، بعدين اطمني انا كتير نضايفي بالجلي. لا انا مو قصدي، بس لازم تروح على البيت، الك يومين ما رحت، هلا بينشغل بالهم عليك. متأكدة؟ يعني فيكي تبقي لوحدك؟ ايه طبعا، حتى لو ما بقدر، مو معقول تضل معي وتحرسني ليل نهار. اسمعي، اذا خايفة تبقي لوحدك وعم تكابري، انت اللي رح تندمي. اكيد ما رح اندم، لا تخاف علي. أليس مجد، انا هيك بكون مرتاحة اكتر. المهم تكوني مبسوطة. صحي مو من هون المدخل. اذا احتجتي اي شيء فورا دقيلي، ماشي؟ طيب شوفك بكرة. شكرا مجد. خلص أليس، شبك ما في شي بخوف. أمي أمي أمي، ليش ما رحت على البيت؟ ما قدرت، اتذكرت انه البلور مكسور فخفت يصير معك شيء ورجعت لحتى اطمن عليكي. مجد انا شفت كابوس بشع، شفت امي،
لأمي كتير من جد. معلش لا تخافي، أنا رح أضل جنبك، ما رح أتركك أبداً.